بعدها الاتجاهات السياسية رابعا الوطنية تتوج جهودها بالاستقلال. إذا نتيجة نشوء الأحزاب السياسية والوطنية طبعا والتي كان لها دور كبير في نشر وعي القومي أو الوعي العربي بين الأردنيين، طبعا دفع بالأردنيين إلى المطالبة بالوحدة العربية ودعمهم لقضية فلسطين. ونتيجة قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 وقف الأردن، لاحظوا، وقف الأردن إلى جانب بريطانيا في هذه الحرب. في الحرب العالمية الثانية وقف الأردن إلى جانب بريطانيا في الحرب من أجل أو أملا في الحصول على استقلاله. طبعا بعد انتهاء الحرب بريطانيا ماطلت وبدأت تتنصل من وعودها، وفي عام 1946 عقدت معاهدة تحالف بين بريطانيا والأردن. هامة جدا هذه المعاهدة. إذا معاهدة التحالف عام 1946 بين الأردن وبريطانيا، ماذا تضمنت؟ أولا إعلان استقلال الأردن، إعلان أو نقول إعلان شرقي الأردن دولة مستقلة، وإنهاء أو إلغاء الانتداب. تعديل دستور عام 1928، تحويل الأردن من إمارة إلى مملكة. إذا في معاهدة 1946 تم تحويل الأردن من إمارة إلى مملكة. طبعا الملك هو عبد الله، يتولى في هذه المملكة مسؤولية حفظ الأمن الداخلي والخارجي. من بنود هذه المعاهدة كذلك تحتفظ بريطانيا ببعض القوات في الأردن، أخيرا تقدم مساعدات مالية وعسكرية لهم. إذا في أي معاهدة تم تحويل الأردن من إمارة إلى مملكة؟ هام جدا هذا الخيار. إذا نقول تم تحويل الأردن من إمارة إلى مملكة بموجب معاهدة 1946. ما بنودها؟ إلغاء الانتداب وإعلان الاستقلال، تعديل دستور 1928، وتحويل الأردن من مملكة ويكون الأمير عبد الله ملكا عليها. إذا تحويل الأردن إلى مملكة، على الملك عبد الله حفظ الأمن الداخلي والخارجي، احتفاظ بريطانيا بقوات عسكرية في المملكة، استمرار المساعدات المالية للأردن. إذا هذه هي بنود معاهدة 1946 بين الأردن وبريطانيا. نعم يا فاطمة. نعم أستاذ. تضمنت معاهدة عام 1946 ما يلي: إلغاء الانتداب وإعلان الاستقلال، تعديل دستور 1928 وتحويل الأردن على مملكة ويكون الأمير عبد الله ملكا عليها، إلى مملكة ويكون الأمير عبد الله ملكا عليها، على الملك حفظ الأمن الداخلي والخارجي واحتفاظ بريطانيا بقوات عسكرية في المملكة، استمرار المساعدات المالية للأردن. أحسنت. إذا هذه هي بنود معاهدة 1946 بين الأردن وبريطانيا. إذا في أي معاهدة تم تحويل الأردن؟ في معاهدة 1946 من إمارة إلى مملكة. إلى مملكة. نعم، كان جدا هذا الخيار.